صاحبي ازيك يا كرولوس؟ ازيك يا مستر عصام؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. مبدئيا يعني انت اعلى سكور في البطوله. الحمد لله. 345 نقطه يا اخي، كل الناس بتحبك. ربنا يخليك يا مستر. يعني جايز ما تكونش وصلت للمباراه النهائيه، ولكن انت كسبت حب الناس كلها. اكيد طبعا. انا من وجهه نظري حب الناس اهم. بالظبط. بكتير. بالظبط. حب العيله وحب اصحابك وحب المنافسين بتوعك وحب ليك وحب الناس اللي بتتفرج عليك، كل ده شرف ليا طبعا. الحمد لله. اقول لك بصراحه، انت لا تتخيل انا زعلت ازاي لما انت ودعت البطوله. الحمد لله. الحمد لله. ولكن هي العبقره كده. صح. زي الحياه، يوم ليك ويوم عليك. ويوم عليك. قول لي بقى احساسك ايه؟ مبسوط طبعا انا بلعب على لقب افضل لاعب. الحمد لله ربنا ما وفقش في ان احنا نتاهل النهائي، ولكن قدر ربنا وكل وانا راضي بيه طبعا يعني. فالحمد لله ان انا بلعب على افضل لاعب، وبشكر كل الفريق اللي كان معايا. طب فين فريقك؟ ما قلت لهم بقى ايه يعني، يريحوا بقى النهارده. يريحوا من علشان ما اخذلهمش تاني. بس يعني تخذلهمش؟ اه. خلينا نشوف راي فريقك ايه رايك؟ ماشي. احنا واثقين فيك يا كرولوس وقلبنا معاك وبنشجعك، وان شاء الله تكون قد المسؤوليه. احنا يمكن الحظ ما حالفناش في دور نص النهائي ان احنا نوصل للنهائي معاك كتيم، بس انا عايز اقول لك ان انا فخور جدا بيك، فخور بكل اللي انت عملته عشاننا، فخور بكل الاسئله وكل المعلومات اللي كنت بتساعدنا بيها. طبعا احنا اسفين جدا ان احنا مش معاك النهارده في يوم مهم زي ده، بس دي كانت رغبتك. بس كلنا عايزين نقولك ان احنا واثقين فيك ومعاك بجد. انت تعبت معانا طول الفتره اللي فاتت دي، وحتى كنت تستحق حاجه افضل من كده، بس قدر الله وما شاء فعل، وان شاء الله ترجع لنا بالكاس. بخيرك يا قادر. احنا شقه بدأناها من 3 سنين، تعبنا كتير وكنا بنستسلم، كنت بتبص فينا الامل بالاستمرار والاصرار على وصول الهدف. حاولنا الحمد لله، وصلنا لخطوه عظيمه، ولم نكن قد حققنا الهدف، لكن الامل ما زال موجود فيك، وكلنا واثقين فيك وبندعمك. احنا حابين نقول لك ان انت عمرك ما خذلتنا، بالعكس انت رفعت راسنا، وكلنا فخورين بيك، اهلك واصحابك وعيلتك ومدرستك. واحد زيك عنده العزيمه والاراده ان هو عارف يعمل الانجاز دوت. وفي النهايه حابب اقول لك، قول لك يا بطل. شايف؟ الحمد لله. انت بتقول خذلتهم، شايف هم رايهم ايه؟ الحمد لله. بالعكس، انا شايف ان انت شرفتهم كلهم كقائد للفريق، وقائد الفريق مفروض يبقى صامت في اصعب الظروف، يصمد، مفيش مشكله خالص. ما كسبناش ما حصلش حاجه، هنكسب مره تانية. مدرستك مدرسه الرفعي فخوره بيك، زمايلك فخورين بيك، الجمهور الموجود واصحابك فخورين بيك، والساده المشاهدين فخورين بيك. ربنا يخليك. انا بحييك كرولوس فيكتور. بص اختك مبتسمه ازاي. وطبعا معانا الدكتوره نسرين ودكتور فيكتور، بشكركم على الحضور، شرفتونا ومنوريننا في الاستوديو. يا سكرم.